شكرا يكون داخل الفصول الدراسية، يعني غادي نصلحوا الفضاءات، نشريوا التجهيزات، كل التجهيزات إذا ما كانش انخراط ديال الأستاذ والأساتذة داخل الفصول الدراسية فما يمكنش ننجحوا. وأنا مقتنع ومؤكد بأنه جهة التربية الستات غادي تكون أحسن يعني قدوة وأحسن نموذج في التنزيل الجيد لمقتضيات الإصلاح لليوم، يعني من بعد خمس سنوات من انطلاق الإصلاح بدينا كنلمسوا كنشعروا بأن هناك يعني واحد القفزة نوعية في تجويد العملية التعليمية التعلمية ومع النتائج يعني اللي حصلت عليها الأكاديمية في كل يعني في كل المجالات، سواء مجال التربوي يعني في مختلف الامتحانات الشهادية هناك قفزة نوعية في يعني تجاوزنا ربما ب 15 نقطة مقارنة مع السنوات الفارطة النسب المئوية اللي حصلنا عليها في مختلف الامتحانات. هناك أيضا ورش التعليم الأولي اللي عرف واحد القفزة نوعية، يعني ربحنا كسبنا واحد 14 نقطة مئوية في ظرف يعني وجيز ديال سنة ونصف، وأكيد غادي نوصلوا للتعميم إن شاء الله ديال التعليم الأولي في جهاز دوري دوستات وفوق 2025-2026 ناهيك هذا مختلف الأوراش اللي كتعرفها الجهة، سواء توسيع يعني العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة، هذا الموسم افتتحنا 23 مؤسسة جديدة، تم التوسيع بمئات الحجرات، عوضنا ما يفوق 400 حجرة من البناء المفكك في جهة الدار البيضاء ستات دائما لتجويد العملية التعليمية التعاونية وتمكين التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة من يعني التعلمات في ظروف جيدة، ظروف تضمن الكرامة. هناك يعني مشاريع لتزويد المؤسسات بكل مؤسسات شبكات الإنترنت، وهناك مشروع أيضا لتعميم قاعات متعددة الوسائط، أكيد ما يمكنناش نعممه في سنة واحدة أو سنتين، هذا مشروع يعني غادي يتطلب واحد 4 أو 5 سنوات، لكن هناك عزيمة قوية للأكاديمية يعني في تعميم التكنولوجيا الحديثة في كل المؤسسات التعليمية، في تزويد كل المؤسسات وربط كل المؤسسات بشبكة الإنترنت. إن شاء الله يعني في أفق 2024-2025 غادي نكونوا يعني قمنا بتعميم التكنولوجيا الحديثة في كل المؤسسات باعتماد وسائل حديثة، باعتماد تكوينات لكل الأستاذات والأساتذة. نحن اليوم نتكلم عن التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري بالتناوب، وبالتالي هناك مجهود كبير وقفنا عليه اليوم في النواصر. لاحظنا مجموعة ديال المؤسسات كتوفر على تكنولوجيا حديثة تمكن من نقل الدروس
عبر الأقسام الافتراضية مايكروسوفت تيمز أو زوم أو يعني مصطلحات أخرى لتمكين التواصل المباشر مع التلميذات والتلاميذ من انطلاقا من المؤسسات التعليمية إلى إلى البيوت، وهذا يعني يبشر بالخير بالنسبة للجهات كجهات التربية أبسط. إذن الشكر، كل الشكر للأستاذات والأساتذة والهيئة الإدارة التربوية اللي كان نعرفين يعني الجسامة ديال المسؤولية ديال عاتقها، وبالتالي لا بد من ننوه بالمجهود ديال هيئة الإدارة التربوية لأن هي اللي في المقاومة وفي المواجهة اليومية يعني مع آلاف الأسر. عندنا 1,500,000 تلميذة وتلميذ جهات التربية الأبسط، وبالتالي كنتكلموا على ربع تلميذات وتلاميذ المملكة المغربية وربع أسر المملكة المغربية اللي كتدبر على صعيد الجهة كجهة التربية الأبسط. إذا شكرا جزيلا لدور الإدارة التربوية على يعني النضال المستديم والوطنية الحقة. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.